للتحالف الثلاثي لا يوجد أي إحراج على الإطلاق. أولا هم أحرار، وثانيا لديهم من الخبرة السياسية الطويلة والتعامل مع كل الأطراف ما يؤهلهم أن يختاروا الأصوب والأجدر، فأين الإحراج في ذلك؟ ثم لا يوجد أي اتفاق على الإطلاق أبدا، إنما نحن أردنا أن نوجد حل منطقي وعقلائي لهذه الأزمة، الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها على الشعب العراقي. هي عبارة، أستطيع أن أقول رسالة للشعب العراقي، أنه أيها الشعب العراقي العزيز الحبيب، ها هو السيد مقتدى الصدر الذي يصدر نفسه خادما للشعب العراقي، كان قاب قوسين أو أدنى من أن يشكل حكومة الأغلبية الوطنية، حكومة لا شرقية ولا غربية، قرارها عراقي، تعنى بالمصالح العامة، تقدم خدمة حقيقية للمواطن، يتحمل مسؤوليتها أمام الشعب العراقي نجاحا وإخفاقا. لكن هنالك أطراف اجتمعت، انزعجت، امتعضت، فعطلت هذا المشروع. والآن السيد مقتدى الصدر أمام الشعب العراقي أيضا يتنازل عن حقه ككتلة أكبر وأكثر وأقدر على إدارة المرحلة القادمة، ويقول اذهبوا شكل الحكومة بعيدا عني وأنا سوف أذهب إلى المعارضة. أكثر من هذا الدلال بلغة أهلنا وين يلقون؟ إيش نسوي لكم بعد؟ إحنا ما نتقارب أو نتفق معكم أو نعود إلى التوافق لم ولن يحصل أبدا، وإلا لماذا السيد مقتدى الصدر سيد صفاء متأكد بأنه لا يمكن أن تشكل حكومة بلا التيار الصدري، وإن تم تشكيل حكومة بلا التيار الصدري ما تستمر، قبل كنا نقول 6 أشهر، ما تستمر هالمرة شهرين. شوف عزيزي، أولا نحن نمتلك من الإيثار ومن التضحية من أجل العراق ما لا يمتلكه البعض الآخر. زين، خلي يشكلون ويجمعون أغلبية مطلقة نصف زائد واحد من العدد الكلي اللي أهلهم لتشكيل حكومة، ستجدون بأن التيار الصدري أول الحاضرين تحت قبة البرلمان. إحنا لا راح نجتمع بقصور لأن بغداد كلها ما أن بها قصر، ولا راح نطش شكليات لأن عطلنا مصالح الشعب العراقي أبدا. راح نحضر ونكمل نصاب الثلثين وشكل حكومتكم هنيئا مريئا، عسى أن تكون حكومة بها خدمة حقيقية للشعب العراقي، وسنمارس دورنا الرقابي التشريعي تحت قبة البرلمان. زين، لن نكون معطلين ولن نعطل مصالح البلاد والعباد من أجل مكاسب حزبية ضيقة. ثم على بعض الكتل السياسية من المعيب أن ترفضك الكتل الأخرى ولا تقبل بك ولا ترحب بك وأنت تفرض وجودك عليها. ما هكذا تكون الديمقراطية ولا هكذا يكون العمل السياسي. أنت المعارضة في العراق هي أفضل وأحسن من الأداء الحكومي. تدري جنابك، الشعب العراقي على طول الخط يحب الصوت المعارض والصوت الرافض للحكومة وللسلطة. البيئة غير مهيئة تماما لأن تكون ناجح بقدر عالي. فأنت إذا ذهبت إلى المعارضة حظوظك السياسية راح ترتفع لا تنخفض. طبعاً. لكن يبدو أن البعض يجد جل وجوده بل كل وجوده بالمناصب الحكومية ليس إلا